مسك الكرام، يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم المباشر معكم في رمضان. اليوم بحلقة ال 17 من شهر رمضان، أكيد بحلقتنا اليوم موجهة للسيدات وبشكل خاص للسيدات الحوامل والمرضعات. شلون بنقدر نساعدهم لحتى يكون صيامهم سهل ورايق بدون أي مشاكل؟ كمان طبعا نحن رح ندردش سوا ونتعرف على الأعراض اللي ممكن تصير معهم خلال الصيام وأثناء انقطاعهم عن الطعام أو حتى الشرب، وكيف فينا نحافظ على صحة الجنين وحتى الطفل. كلها تفاصيل وأكثر رح نناقشها مع الدكتور فواز صادق المزيني، وبانتظار طبعا اتصالاتكم وحتى تفاعلكم وتواصلكم معنا على الأرقام 0350-034-16 أو حتى 17. كمان ما بدي أنسى أذكركم أنه فيكم تكتبونا تعليقاتكم وآرائكم من صفحتنا ببث المباشر على الفيسبوك أو اليوتيوب لحتى نسأل ضيفنا بشكل مباشر عن أي استفسار حابين تلاقوا له جواب. أما هلأ فاصل صغير وبنرجع لنبدأ حوارنا، خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا، حلقتنا ابتدت اليوم، حلقة يوم الخميس 17 رمضان. الله يجعل صيامنا وصيامكم مقبول وطاعتنا بإذن الله مقبولة ومتقبلة. اليوم بحلقتنا مثل ما خبرناكم في عنا اهتمام شوي للسيدات اللي عم يصوموا شهر رمضان، وبشكل خاص السيدات الحوامل أو حتى المرضعات. دائما بيكون في اهتمام أكبر لازم يتم أخذه بعين الاعتبار للسيدة الحامل أو حتى المرضع في حال كانت عم تستطيع الصيام. لحتى نحكي ونعرف شو لازم يعني ناخذ بعين الاعتبار هدول النقاط، رح يكون معنا الدكتور، وبدي رحب بالدكتور فواز لبين ما يصير معنا جاهز. أكيد الدكتور فواز صادق المزيني وهو استشاري نساء وتوليد، رح ندردش سوا مع الدكتور عن كل التفاصيل اللي لازم تكون السيدة مهتمة فيها، وخاصة السيدة الحامل أو حتى المرضع. مثل ما بنعرف أنه السيدة الحامل لازم تكون مهتمة بصحة الجنين اللي ببطنها، يعني غير أنه هي لازم تكون مهتمة بنوعية الغذاء والطعام والشراب، لازم كمان بالنسبة لها رح يكون في اهتمام مضاعف بالنسبة للطفل وجنينها اللي ببطنها. طبعا في عنا حالات معينة رح نتعرف عليها خلال حلقتنا بساعتنا اليوم، في حالات معينة يمنع فيها على المرأة الحامل أو السيدة الحامل الصيام. كمان في عنا بالقسم الثاني من حلقتنا رح نحكي عن موضوع المرأة أو السيدة المرضع يلي عم ترضع طفلها أو البيبي الصغير، كيف فيها تصوم خاصة بهي الفترة لازم تكون عم تتغذى بشكل كتير كبير لحتى مباشرة من خلال الرضاعة تكون عم تغذي طفلة، وهي بأثناء الصيام عم نشوف ساعات صيام طويلة 15 ساعة ربما وأكثر. ببعض الدول عم تضطر السيدة تنقطع فيهم عن الطعام. شلون لازم تغذي حالها بشكل قوي وتكون أخذة كل الإجراءات بشكل منطقي وبيضمن صحتها وصحة الطفل اللي عم ترضعه؟ بإذن الله رح يكون معنا الدكتور فواز صادق المزيني. ما بعرف إذا صار الدكتور جاهز، لبين ما يجهز أكيد رح نبلش حوارنا. بس بدي أرجع أذكركم مشاهدينا ومستمعينا الكرام أنه فيكم مباشرة تتواصلوا معنا تسألوا الدكتور أي سؤال، سواء كان سيدة المتصلة أو حتى لزوجته ممكن يتصل يسأل الدكتور أسئلة معينة بتخص وبتهم صحة الحامل أو حتى السيدة المرضع. بدي أذكركم بأرقام التواصل 0350-034-16 و0350-034-17، وأيضا هالمرة الباب مفتوح بشكل كامل بسؤالنا التفاعلي، هو حصرا موجه لحتى نستقبل أكبر قدر من الاستفسارات أو حتى الأسئلة اللي عم تدور ببالكم وما عم تعرفوا تلاقوا لها حل بما يتعلق بموضوع الصيام السيدة الحامل أو حتى صيام السيدة المرضع. مثل ما بنعرف كمان في بالقسم الثاني من حلقتنا رح نركز على نقطة جدا مهمة وهي السيدة المرضع أو السيدة الحامل، حتى إذا كان أصيبت بكورونا نتمنى طبعا السلامة للجميع، سواء كان خلال شهر رمضان أو حتى قبل
رمضان ويعني أثناء فترة الحمل أو حتى أثناء فترة الأرضاع. شو تأثير هدول أو الوباء أو الفيروس على صحتها؟ كيف فيها تكون أقوى؟ كيف فيها تقدر تحارب هذا الوباء بشكل يعني أقوى؟ أكيد رح نتعرف من الدكتور أيضا فواز على النقاط اللي لازم تهتم فيها وتاخذ الإجراءات اللي لازم تقوم فيها لحتى تحمي حالها وتحمي صحة طفلها بشكل مباشر. ما بعرف متابعينا إذا الدكتور لبين ما يجهز، رح نطلع لفاصل قصير وبنرجع مباشرة لنبدأ حوارنا، خليكم معنا. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران، خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. ساهموا معنا في دعم حملة لنعيش بركتها، كي ننهل معا من بركة القدس في شهر الخير والبركات. جمعية ميراث. بادروا بالاتصال 0524918514. جمعية ميراثنا. جمعية ميراثنا. ميراثنا هو مستقبلنا. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. رمضان يحمل الأمل، أخرج زكاتك مع إيهاها. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرنا متكاملا. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت 0553-45-59. عودة عن جديد متابعينا، رح نبدأ مباشرة بحلقتنا وبدي رحب بالدكتور فواز صادق المزيني استشاري نساء وتوليد. يسعد صباحك دكتور وكل عام وانت بألف خير.
يا هلا هلا الله يخليك، اهلا وسهلا كل عام فيك. بارك عليك وشهر العرب يخلي، بس ما شاء اهلا الله وسهلا يخليك. دكتور، بس شوي الصوت ضعيف بالنسبة، يعني ما بعرف، عم حس في مشكلة بالصوت. إن شاء الله يا رب يكون تنحل. بشكل عام دكتور، الله يتقبل صيامك يا رب وطاعتك، الله يجعلها مقبولة وصيامك يكون هين والجميع وكل المستمعين والمشاهدين. دكتور، سؤالنا العام اليوم والأساسي هو المحور حقيقة، هل الصيام آمن لصحة المرأة الحامل؟ نبلش بالسيدات الحوامل، كتار هلا من الأشخاص عم يسمعونا وحابين، السيدات بشكل خاص حابين يعرفوا إذا هو صيام لربما يكون مضر بصحة هم او صحة جنينهم، هل هو آمن؟ نعم، احنا بانتظار الدكتور. تمام، ان شاء الله الصوت عم يمشي الحال. هلا تفضل دكتور، نحن عم نسمعك. نحن عم نسمع دكتور. تمام، نحن رح نحاول حل الموضوع، موضوع الصوت بشكل عام. انا كنت عم بسال عن نقطه مهمه، كثير من السيدات لسه ما لحقوا يتواصلوا مع الدكاتره المختصين او الاطباء يلي لازم يتوجهوا لهم لحتى يهتموا بصحتهم وصحه الجنين في حال عندما يعني بس تعرف انه هي حامل السيده. هون لربما عدد من السيدات لسه ما بيعرف إذا موضوع صيام هون آمن مو آمن بالنسبة لصحتهم وصحة جنينهم، فبيلجأوا لإفطار، يعني ما بيصوموا خلال رمضان. هل صيام هون آمن بالنسبة لصحتهم وصحة الجنين؟ عفوا دكتور فواز. طيب دكتور فواز، لبين ما يجهز أكيد نحن بانتظار يزبط الصوت بشكل أنقى ونحاول حل المشكلة التقنية يلي صايرة في عنا. العديد بصراحة، العديد من الدراسات والأبحاث بتأكد أنه صيام السيدة أو المرأة الحامل مباح ومتاح بشكل سهل وبسيط، لكن بحلقتنا اليوم حبينا نستطلع ونستشير رأي الاختصاصي، رأي يعني من قلب وصميم المهنة وصميم المعرفة والعلم. الدكتور فواز رح يحكي لنا عن هذا الموضوع، لكن الدراسات بشكل عام رح نحكي شوي عنها، بتقول أنه السيدة الحامل بتقدر تصوم بشكل اعتيادي وبسيط مثل أي شخص، لكن يجب أخذ في عين الاعتبار في حال كانت السيدة تعاني من أحد الأمراض المزمنة. الغالب بيعرف أن الأمراض المزمنة هي مثل ما كلياتنا بنعرف، السكر، الضغط، وحتى ربما أمراض القلب وأمراض أخرى متعلقة بشكل عام الجهاز الهضمي أو الجهاز، يعني أمراض أو ربما أمراض صدرية. هدول الأمراض أو هدول الأمراض المزمنة تصنف ضمن المناطق أو النقاط الخطرة التي يجب على السيدة أن تنتبه إذا بدها تصوم، لأنه لازم تكون باستشارة طبيب أكيد، لازم في عدد من معين من الأدوية أصلا لأنه هي عم تاخده في حال كانت عم تعاني من ضغط أو سكر وما إلى ذلك. الدراسات بتأكد أنه بعض الأمراض مثل السكري والمهددات الأشخاص السيدات المهددات بالإصابة بالجلطات وأيضا حصوات الكلى وكذلك المصابات بالغثيان وتكرار القيء والأعراض المصاحبة للحمل. كلاتنا بنعرف أنه هي أعراض مصاحبة للحمل دائما، القيء والتقيؤ المستمر. هاي الحالات يجب أن تتناول الطعام فيها كل 3 ساعات وبالتالي لا تستطيع الصيام. أيضا من الضروري للسيدات الحوامل إذا بدنا نحكي بشكل عام، إذا كان عندهم طلعات أو خروج خارج المنزل بسبب ارتباطهم بأعمال أخرى، سيدات الحوامل هون إذا كان هن ملتزمين بعمل لازم ما يتعرضوا للشمس أو حتى الطقس الحار أو القيام بالمجهود، لأنه هذا أكيد رح يأثر بشكل مباشر عليها وعلى صحة الجنين. والدراسات بتشدد وبتأكد على ضرورة تناول كميات مناسبة من السوائل كالماء والعصائر الطازجة. دكتور فواز، إن شاء الله تكون صار الصوت ظابط، حضرتك عم تسمعنا؟
والله هلا سمعكم يعني غابي شوي، ما بعرفش انت سامعيني هلا؟ نحن سمعانينك تمام التمام، الصوت ممتاز. الصوت ممتاز طيب الحمد لله. اهلا وسهلا فيك دكتور، ويسعد اوقاتك ان شاء الله، رمضانك كريم باذن الله. تسلمي، بارك الله فيكي. الله يسلمك. ولك مثل ذلك ان شاء الله. تسلمي. ان شاء الله يا رب. دكتور، السؤال العام اللي كنا حابين نحن نطرحه، والسيدات كثير هلا حابين يعرفوا الجواب الشافي من حضرتك، هل الصيام آمن بالنسبة للسيدات الحوامل؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نستشهد بما قاله رب العزة وقال: وحملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله في 30 شهرا. وفي الآية في سورة لقمان قال: وصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. نعم. فلا شك أن الحمل فيه معاناة، يعني الوهن والكره معاناة وشدة وتعب وإرهاق، لا شك لا شك. فالصيام بيختلف من سيدة لسيدة. احنا طبعا كثير من السيدات تصوم نهار كامل، تصوم كل رمضان وما في عندها أي مشاكل، ما تحس بأي إرهاق. وفي سيدات صحتهم يعني ما تساعدهم على الصيام وما بيقدروا يصوموا، فأي هذه رخصة من رب العالمين، اللي ما تقدر الصيام ما تصوم وتقضي الصيام بعدك، واللي بتقدر تصوم تصوم. فما صعب صعب ان نعمم، لان تاثير الصيام يختلف من سيده لسيده. احنا انا اشتغلت في السعوديه في فتره طويله حوالي تقريبا 35 سنه، وكثير من السيدات هنا كانت تصوم في رمضان، تقول لك انا احب اصوم في رمضان عشان اصوم مع اهلي وافطر معاهم وبعدين ما بدي اقضي. وفي سيدات كانت تخاف على نفسها، تخاف على جنينها، فما تصوم. فالأمر متروك يعني للسيدة، هي التي تقرر. صعب نقول أنه والله أنه الصيام واجب ولازم تصومي وما يصير ما تصومي، وصعب نقول تفطري وهي قادرة على الصيام، لأن هي ما بتحب أنها بعدك تقضي، بتحب الصيام تصوم وتنتهي من الموضوع. فما في جواب نقول هذا يناسب كل السيدات، كل سيدة تختلف عن الثانية. نعم. يعني تقريبا. نعم. طيب دكتور، نحن أكيد رح نتعمق أكثر يعني خلال حلقتنا بهدول التفاصيل، لكن حسب الدراسات ذكرنا في المقدمة من شوي عم يقولوا أنه في بعض أنواع من السيدات الحوامل إذا كانوا بيعانوا من أمراض مزمنة، لربما هدول الأشخاص اللي بالفعل عندهم الرخصة للإفطار في رمضان. إيه أكيد أكيد. أنا دائما بنصح الست اللي عندها حامل وعندها مشاكل زي سكر في الحمل أو ارتفاع في الضغط أو تسمم حمل أو يعني فقر دم شديد، إن ما تصوم، يعني ما تصوم، يعني تقدر عندها رخصة إنها تفطر، لأنه ساعات الصيام بيعمل اضطراب في المشكلة المرضية اللي عندها، سواء السكري أو الضغط أو فقر الدم أو هيك شيء. فهذا السيدات أنا إنصح من زمان أنصحهم إنه ما يحملوا، لأنه عندهم رخصة الحمل ورخصة المرض، فليش يشددوا على نفسهم ويتعبوا حالهم؟ فأنا بنصحهم إجمالا إنه إيش ما يصوموا. يعني هذه وجهة نظري أنا، وأنا بعتقد إنه يمكن الله أعلم إنه الأغلبية من الأطباء تنصح في هذه الحالة. لما يكون الحمل يعني سليم هذه الصورة، الحالة تبقى مختلفة، لكن في حالة وجود أمراض تانية مع الحمل أفضل إنما تصوم. نعم. طيب دكتور، ننتقل لسؤالنا الثاني، وصراحة هو جوهري للغاية. أثناء فترة الحمل كثير من السيدات الحوامل بيصير معهم مشاكل مثل القيء المستمر، ربما مشاكل في الإمساك ومشاكل أخرى. هل هناك أعراض معينة إذا السيدة الحامل قررت تصوم، أعراض معينة ممكن تنذر هون أنه لازم على السيدة اللي الصائم أنه تفطر إذا حست فيها؟ يعني هو بداية الحمل في الأشهر الثلاثة الأولى بيكون بيصاحبه غثيان وقيع، وبالذات عند الحامل الأول مرة البكارة. بالضبط. هاي الحامل بتقدر ما تقدر تصوم، لأنه بتحتاج إيش، تحتاج تشرب سوائل كل فترة وفترة، فصعب عليه الصيام. لأنه إحنا أساساً لما بتيجي الست هذه عندها غثيان وقيع شديد، تكون تفقد سوائل كثير وأملاح. فإحنا لما ندخلها بالمستشفى بنديها محاليل عشان نعوضها عن السوائل والأملاح اللي صارت. فما بننصح الست اللي عندها غثيان وقيء شديد إنها تصوم، وهي ما حتقدر تصوم صحية. فهذه يعني زي ما بقول مجموعة من السيدات اللي ما بننصحها تصوم.
في سيدات مثلا بالذات اللي ما اللي بتعاني من سكر في الحمل، اذا هي حبت تصوم وشعرت انها صار في عندها دوخه وفي تعرق وفي هبط السكر عندها، لازم ما تصوم لانه بتضر بحالها وبتضر بالجنين تبعها. ففي اعراض زي هيك، الست عندها مثلا هبوط في الضغط، يعني مو قادره تعرف يعني. وطبعا الحمل اثناء الحمل طبيعي انه الضغط بينزل مع طول الوقفة، ان الدم بيروح للجسم تماما، بيروح للرحم وبيروح لايش للقدمين والساقين، فالدم كمية الدم اللي راحها للمخ تبقى قليلة وكمية الاكسجين قليلة، فبتشعر بدوخة، فهاي ما بتقدر تقوم باي اعمال مثل يعني مجرد الوقفة بتعمل معها دوخة وهبوط. فهاي كمان الست اللي بصير معها هيك شيء افضل انها ما تصوم. في سيدات عنده مثلا فقر دم شديد نتيجه انه ما بلوا الحمل، عنده فقر وما اخذوا مثلا مقويات، ما اخذوا حديد، هذول كمان ايش بصير في الحمل بزيد الارهاق عليهم. ايوه تمام. يمكن اعراض زي هيك يعني بتسمح الست بتاخذ يعني ما تشدد على حالها وتفطر. وبعدين طبعا في وجهة نظر في موضوع القضاء. تمام. طيب دكتور، نحن رح نتابع مع حضرتك تقرير أعدته زميلتنا مجدية كريمة، بيرصد بعض الحالات وبيأكد لربما الحالات اللي حضرتك ذكرتها، بيرصد بعض الحالات اللي يمنع فيها على المرأة الحامل أو السيدة الحامل الصيام. رح نتابع مباشرة التقرير وبنرجع لنكمل مع حضرتك. تتساءل العديد من السيدات الحوامل في رمضان عن قدرتهن على الصيام، وهل يشكل خطراً على أجنتهن؟ وبشكل عام تشير الدراسات أن الصيام لا يؤثر على الجنين بالنسبة للنساء الأصحاء التي يتمتعن بتغذية مناسبة ونمط حياة صحي، لكنه قد يؤثر سلباً على النساء اللاتي لا يسمح لهن طبيبهن بالصوم. نورد لكم هنا بعض الحالات التي يجب على الحامل الإفطار فيها. أولاً، القيء المستمر. تعاني بعض السيدات من القيء في مراحل متقدمة من الحمل، والامتناع عن تناول السوائل لأكثر من 15 ساعة قد يعرضها لخطر الجفاف والذي يصاحبه التعب الدائم والإعياء وتشويش الرؤية. ثانياً، انخفاض وزن الجنين. قد تواجه بعض السيدات مشكلة في عدم وصول الدماء التي تحمل الغذاء للجنين، وفي تلك الحالة تحتاج إلى تناول الطعام والشراب على فترات متقطعة على مدار اليوم، فضلاً عن الأدوية التي تزيد من سيولة الدماء لتوصيل الغذاء عبر المشيمة. ثالثاً، ارتفاع ضغط الدم، وهي من المضاعفات التي عادة ما تحدث في الثلث الأخير من الحمل، فإذا كانت المرأة تعاني من هذه المشكلة يحظر عليها صيام رمضان، لأن حالتها الصحية تستدعي تناول جرعات محددة من الأدوية على مدار اليوم. وهناك الكثير من الحالات الأخرى، فيفضل أن تقوم الحامل بمراجعة الطبيب والالتزام بقراره في حال قرر بأنه يتوجب عليها الامتناع عن الصيام، وذلك للحفاظ على صحتها وصحة الجنين. ورجعنا لكم متابعينا. مثل ما تابعنا دكتور بالتقرير، بالفعل الحالات التي ذكرتها حضرتك وعم أكدها التقرير هي متعددة جدا في النقاط التي يجب على السيدة الحامل أن تنتبه لصحتها وصحة الجنين، وبالتالي عند رخصة الإفطار. عندك تعليق دكتور على التقرير لربما، أو حتى ننتقل لسؤالنا التالي؟ والله تقرير مدية ما شاء الله كثير مرتب، وهذا اللي تكلمنا عليه لما نقول انه الست اللي عندها مشاكل في الحمل، السكري او الضغط او فقر دم شديد او عندها غثيان وقيء في بدايه الحمل، هاي عندها رخصه. فتقريبا نفس الكلام اللي قلناه، بس ما شاء الله مدية منسقه الكلام ومرتب ما شاء الله عليه. جميل، الله يعطيه الف عافيه يا رب. طيب دكتور، يا رب، خلينا نركز على شق أساسي هو موضوع الأطعمة والمشروبات التي يجب على السيدة الحامل أن تركز عليها خلال فترة يعني فترة الإفطار، ما بين الإفطار والسحور. شو لازم تتغذى هون؟ شو لازم تركز على نوعيات معينة من الطعام؟
وصعب نقول في نوعيات معينة بالذات لأن تختلف من سيدة لسيدة. نعم. شهية الست الحامل تختلف من بداية الحمل تختلف. في بتكون في الست وهي مو حامل تحب يعني أكلة معينة. لما بصير في حامل بصير تكرهها بتصير. مو مقبولة. صحيح. أي نعم. فصعب. بس إحنا إجمالا بنقول إنه يعني الرطب طيب لا جد لا سكر أنا بدي سكريات كويسة. كثرة السوائل برضو كويسة. الخضروات طيبة. مو ضروري الأكثر من النشويات لأنها أساسا ما بتفيد صحيا بتزود الوزن بصير في صعوبة بعدك تنزل وزنها. فهو الغذاء الصحي المتكامل عبارة عن إيش؟ حليب، مشتقات الألبان، الفواكه، الخضروات، السوائل، وقليل من اللحوم يعني والدجاج يعني. وهذه تختلف من سيدة لسيدة. يعني في ستات تحب الأكل الحراق، في ستة تحب ما بتحب الحرارة، في ستة تحب السكريات والقطايف والكنافة. يعني هذا يعني الاختيارات يعني للست أكثر من إنه نفرض عليها نظام غذائي معين إن لازم تأكله. بس إجمالاً السوائل كويسة وخضار وبعض السكريات من الفترة هذه بين الإفطار وبين السحور. نعم. أي نعم. طيب أي نعم. دكتور بالنسبة كونه عم نحكي عن هاي الفترة أصلاً الحامل يعني بنصيحتك قديش لازم تنام عدد ساعات معينه لها يعني غير هلا نحن اهتمينا بصحه نوعيه الاكل هلا من ناحيه النوم. هو طبعا الشخص البالغ يكفيه انه بين 7 إلى 8 ساعات نام. اكيد في الحمل طبعا تحتاج اكثر. يعني بيلزمها في فتره القيلوله يعني في الظهر انها تريح شوي وتتحاشى الفترات الطويلة من العمل وإنها ترتاح. ولما تنام يعني يستحسن إنها كمان بالذات في الأشهر الأخيرة من الحمل تنام على جنب على جنب اليمين أو الشمال أنا أريح عشان تتحاشى ضغط الرحم على الأوردة والشرايين اللي بتروح للقلب. فينصح إنه الست الحامل إنه إيش ترتاح في فترة في وسط النهار. يعني إذا قلنا السيدة البالغة تحتاج 7 أو 8 ساعات يمكن كل حامل نقول 9 أو 10 ساعات يعني ما وقت كافي من النوم. أيوة حتى لو كانت موزعة يعني ما في مشكلة ربما مثلا أي أكيد لا يعني موزعة طبعا. فترة أكيد. النهار والليل أكيد. طيب دكتور نعم. في بعض السيدات ما شاء الله الله بيكرمهم بحمل بتوأم بشهر رمضان صيامهم كيف يعني كمان مثلهم مثل السيدات الحوامل بجنين واحد؟ يعني احنا زي ما قلنا في البداية انه ربنا قال وحملتهم كرها ووضعته كرها وحملتهم وهنا على وهن. فهذا لما بتكلم الاجمالي طبعا معظم الحوامل بيبقى طفل واحد. فلما يكون 2 أو 3 معناها الوهن والشدة والكره اكثر مضاعف. يعني انا مضاعف يعني ما تشدد على حالة يعني لانه انها تخشى على جنينة. والام يعني كل يعني معظم السيدات تقدر تقدر صحتها وهل تقدر ما تقدر. لكن أنا بقول زي ما نقول إنه الست الحامل بتوأم أو بثلاثة توائم يعني أفضل إنها تصوم لأنه أفضل ما إنها ما تصوم نعم. وإنها تعتني بصحتها ودام الوقت كثير إنها تقضي إذا حبت. نعم. طيب نعم. دكتور في بعض الحوامل بيعانوا من مشكلة نقصان المياه ببطن السيدة يعني نقصان مياه الجنين هون في مشكلة بإفطارهم ولا يحبس بالفعل إفطارهم؟ طيب هو نقص مية الجنين له أسباب طبية ثلاثة. يا إما بيكون نزلت مية الجنين من يعني زي ما انفجر كيس الماء ونزل عليها أو لا سمح الله في تشوهات في الكلى أو كان في قصور في نمو الجنين قصور في نمو. هلا لو خلت سوائل إنه هذا بيزود مية الجنين ما في دليل علمي. كان في دراسات ضعيفة تبين إنه كثرة شرب السوائل عن طريق الفم بتحسن كمية المية الجنين لكن هذا مو مؤكد. فما بقدر نقول هذه انه اذا شربت كثير انه مية الجنين لانه مية الجنين اساسا في معظم الحالات بتقل بسبب نقص في نمو الجنين. نعم نقص في نمو الجنين وبالتالي بسبب نقص في مية الجنين. نعم. نعم دكتور نحن متابعين مع حضرتك أكيد ومستمتعين بهذا الحوار لكن رح نطلع لفاصل قصير متابعينا فاصل قصير وبنرجع بعده مباشرة فاصل دقيقة الساعة وبنرجع مباشرة لنكمل بحلقتنا خليكم معنا. الله يحفظك.
الثانية عشرة مساء بتوقيت حلويات السلطان في اسطنبول. منذ أكثر من 3 عقود ونحن نكبر معكم يوما بعد يوم، واليوم تزين منتجاتنا موائدكم في معظم دول العالم، وتستمر حلويات السلطان بعد دخولها لموسوعة جينيس بحصد جوائز التميز والإبداع عربيا وعالميا، لتكون حلويات السلطان اسما يليق بكم أينما كنتم حول العالم. نلبي طلباتكم أينما كنتم حول العالم. هاتف 0552-32-23-106. عودناكم في شركة طيبة للذهب، الموديلات المميزة والأسعار المنافسة، والآن طيبة للذهب صار أقرب إلكم. زورونا في فرعنا الجديد بشك شهير مترو كنت، أو في فروعنا بجانب مسجد الفاتح سوق مالطا. 0551-339-275. مجوهرة طيبة، اسم من ذهب. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا. تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. تطبيق الطبيب يوفر لك الوقت ويبعدك عن زحام المدينة، فأينما كنت وبأي وقت تستطيع حجز موعدك مع طبيبك. تطبيق الطبيب هو الأمثل، حمله الآن. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرنا متكاملا. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمنقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري بشك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59.
اهلا وسهلا فيكم عن جديد متابعينا مشاهدي ومستمعين مسك. بدي ارجع اذكركم بس بارقام التواصل اللي فيكم مباشره تتواصلوا فيها معنا وتسالوا الدكتور فواز اي سؤال. ارقامنا هن 0350234116 او حتى 17. بدي ارجع اخبركم انه احنا سؤالنا التفاعلي كنا عم نحكي عن الحالات التي يمنع فيها ربما الصيام لدى السيده الحامل، وجاوب الدكتور بشكل مفصل عن هذا الموضوع بالقسم الأول من الحلقة. طبعا أنتم كمان فيكم تشاركونا مباشرة عبر اتصالكم. بدي أرجع أرحب فيك دكتور فواز، أهلا وسهلا فيك عن جديد. يا هلا أهلا أهلا وسهلا فيك. حطيتوا إعلان مو عارف أنه مناسب لرمضان ولا مو مناسب. حلويات سورية مغرية هيك؟ اي والله هو يعني شو نطلب منا فعلا انه هو بلشنا نحن يعني نتشوق انه امتى بدا نصير الافطار شو بدنا نعمل ان شاء الله هيك يا رب الله يقدرنا. هو هانت دكتور يعني احنا صرنا 17 رمضان بقي لنا 13 يوم يعني كمان هانت، الله يجعله مقبول يا رب. هانت يا رب. الحمد لله على كل حال. دكتور قبل ما نختم محور السيدات الحوامل في عندي سؤال أساسي مهم أيضا، هل ممارسة الرياضة في شهر رمضان للسيدة الحامل بتنصح فيه أم لا؟ بنرجع بنقول أنه هذا بيختلف من سيدة لسيدة. نعم. زي ما قلنا في سيدة بتصوم وما ما في معاناة ما في، فممكن تعمل رياضة خفيفة في البيت. حلو. ما في داعي أن ترهق نفسها، لأنه طبعا إرهاق نفسها وبالذات في البلاد الحارة يعني ما حتقدر يعني الصيام ورياضة ما تقدر، لكن رياضة خفيفة في البيت هي تشجد نفسها عندها القدرة ما في معنى. والست أساسا اللي صايب بنيتها ضعيفة أو ما بتقدر ما في داعي أن ترغم نفسها على الرياضة. تمام. الرياضة شيء يعني كويس في الرياضة، الرياضة في الحمل ننصح فيها من بداية الحمل لنهاية الحمل، كل أنواع الرياضة كويسة. نعم. كل الرياضات طبعا العنيفة هذه ما، لكن معظم الثلاثة تقدر تقوم بإيش بنوع من الرياضة على الأقل، ويمكن أقل شيء ممكن تمشي له تمشي في الهواء الطلق نصف ساعة أو أكثر، يعني هذه رياضة كويسة. حلو. رياضة كويسة. دكتور بعد الإفطار ولا قبل الإفطار ربما هذا المشي؟ والله ولا ما في مشكلة يعني كان؟ لا ما في مشكلة، إذا أدرى الجو كويس ومناسب ممكن فترة الصباح أو يعني الجو كويس ممكن، وبعد الإفطار لو راحت طبعا إيش تهضم شوية الأكل الأكلات اللي أكلتها مو غلط يعني ما في يعني كل بلد مثلاً يعني مثلا في دول الخليج أو في دول في النهار الجو حار جدا ما بقدروا يمشوا، يعني في تركيا في اسطنبول في المناطق الثانية في أنقرة بلاد باردة ممكن تمشي. جميل. هلا نحن عندنا حظر صحيح بس بيمشوا بالبيت بقى بصيروا السيدات بيجينا تبعت البيت. نعم. طيب دكتور خلينا نبلش بمحورنا الثاني وهو السيدات المرضعات، كيف ممكن يأثر الصيام لدى السيدة المرضع؟ نعرف أنه نحن بهالفترة فترة الأرضاع الأولى بالذات ربما الأيام الأولى أو الأشهر الأولى من ما بعد الولادة بتطلب هون أنه يكون في غذاء كتير قوي، بنية قوية لدى السيدة حتى تقدر تنقل هذا الغذاء مباشرة لدى الطفل. يعني بتفضل هذا موضوع الصيام لربما أصلا المرضع في عندها رخصة أصلا هي الأفطار التي تلي الولادة. هي طبعا فترة اللي بعد الولادة اللي هي فترة النفاس، وهذه قد تطول أو تخسر من أيام لمن ساعات من لحظات ممكن 40 يوم ولا أكثر حد 60 يوم، ففترة النفاس أساسا عندها رخصة يعني على ما حتقدر الصوم طبعا لأنه هو عنده رخصة. الفترة هذه طبعا هي أساسية عشان إيش؟ أن تتمكن الست أن ترضع الطفل، وأنه الطفل الحليب اللي في البداية هذا مهم جدا، اللي هو حليب اللبا اللي في أول 3-4 أيام، والحليب اللي في الأبيض برضو كويس مهم، والرضاعة الطبيعية أفضل بكثير من الرضاعة الصناعية. يعني ضروري إحنا نوضحهم إنه الرضاعة الطبيعية أفضل بكثير من الرضاعة الصناعية، والرضاعة الصناعية ما في أي شيء قريب من الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية أثبت إنها فوائد كثيرة للطفل، منها زيادة معدل الذكاء، التحصيل العلمي، وأمور كثيرة يعني هذه ما تقدر تأخذها من الرضاعة الصناعية. نعم. فإحنا بننصح الأم الحامل أنها تستمر على رضاعة الطفل، وما تقول والله أنا بستعين بالنا مثلا أثناء النهار بديله حليب صناعي. نعم. وأثناء الليل
ادي له يعني رضاعه طبيعيه، لانه اذا الحليب الصناعي معظمه تو حلو حلو المذاق. فاذا الطفل اخذه يمكن يصعب انه يرجع للحليب الام. حليب الام سبحان الله بتكيف رب العزه، يعني تكيف حليب الام حسب عمر الجنين. يعني الحليب مثلا في الشهر الاول غير في الشهر الثالث غير في الشهر السادس وهكذا. وطبعا اهميه الرضاعه، يعني ربنا شد يعني ما يقول نصح انه استمر الرضاعه سنتين، نقول وفصاله في عامين. نعم. وقال في سوره البقره والرضاعه حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. فهي الرضاعه مفيده للطفل جدا ومفيده للام كمان. عشان تتحاشى كثره الحمل. وعشان الطفل ياخذ عنايته واهتمام من الايش؟ من الام والدلال. ياخذ حقه من الدلال ومن الاهتمام، والام تستعيد صحتها في استعداد للحمل المقبل. فالرضاعه الطبيعيه بنرجع بنقول هذه مهمه واساسيه. ما في داعي نقول والله اوكي انا برضع في الليل وفي النهار بدي له حمل صناعي. بالضبط. اغلب السيدات للاسف يعني اغلب السيدات بيلجأوا لهذا الاسلوب للاسف الشديد، وهذا ما في. قلنا الفوائد للرضاعه الطبيعيه كثيره جدا جدا. يعني لو ممكن نحكي عليها ساعة أو ساعتين فيها عشان يكون فوائد الرضاعة الطبيعية وكيف هي أفضل من الرضاعة الصناعية. نعم. لكن بنقول إنه المرحلة هذه ضرورية جدا، إنه الأم يعني إذا رب العزة أوصانا إنه الأم ترضع سنتين، يعني أقل شيء مثلا إحنا نرضع سنة أو ست شهور. يعني ما هو بس نقول والله أسبوع أو أسبوعين وأنا خايف على نفسي وهيك شيء. أيوة. لا، الرضاعة أساسية وإلى إلى مفيدة. وبعدين الرضاعة تعمل وقاية كثير للأم، تعمل وقاية من مثلا من سرطان الثدي، حتى للسيدة. يعني احنا مو عم نحكي هلا بقى عن الموضوع للطفل، لصحة الطفل. اي نعم، للأم مفيد جدا. يعني كثير المرضعات مو المرضع نسبة إصابتهم في سرطان الثدي أقل بكثير من وكذلك في سرطان المبيض وسرطان الرحم. يعني السرطانات في الجهاز التناسلي والثدي اقل عند ام المرضى، فهي تستفيد. وهذا ما حيبين اثره، حيبين اثره على المدى الطويل. يعني بعد شيء 20 سنه 30 سنه تقول اوه كويس ان انا رضعت انا. فلما اشوف جارتها مثلا اللي ما رضعت اصيبت لا سمح او تليت بعد المرض، ففي فوائد كثيره للطفل وفوائد كثيره جدا له. نعم. يعني بنركز عليها، وبالذات احنا بنقول الام المرضعه تاخذ بالرخصه وما تصوم وتكثر من شرب السوائل، وبعدين عند الفتره تعوض وتقضي. تمام. طيب دكتور، انا بدي ركز على موضوع كمان يعني بصب بنفس السياق. نحن عم نحث السيدات على الرضاعه الطبيعيه. بعض السيدات بيعانوا من اصلا قله الحليب اللي بيكون عندهم بالصدر، فهون نحن كيف ممكن اثناء الصيام يعني نعزز هاي العمليه بحيث تضل مستمره؟ لانه في عندنا ساعات صيام طويله هون لازم شو السيده تتناول مثلا ربما نوعيات معينه من الطعام؟ طبعا الست اللي بتعاني من هالشيء طبعا ما بننصحها الصوم، لانه ضروري انها تتغذى كويس وتاخذ سوائل وتهتم بصحتها. نعم. هو اجمالا يعني نسأل قليله من الستات او السيدات اللي ما تقدر بترضع او حليبه خفيف. ايوه. هو اللي بيصير انه هي السيده اساسا من من من, من اثناء الحمل هي مقررة إنها ما تحمل، ما ترضع. ما ترضع. ويجي إيش؟ حد زوجها أو أمها يا رضع يا بنتي رضع يا هي أساساً مو مقتنعة. نعم نعم. الرضاعة عشان تحضر الرضاعة الناجحة لازم تحضر نفسها من الأشهر الأولى من الحمل. نعم. إنها تعتني بصدق. نحن رح نتابع. نحن رح نتابع مع حضرتك دكتور، لكن مضطرين بس نطلع لفاصل إعلاني قصير. بس أهم شيء ما يكون في حلويات. أيوة، ولا مشاوي كمان. إن شاء الله يا رب. أكيد متابعينا نحن رح نطلع لفاصل إعلاني أخير وبنرجع لنتابع. خليكم معنا. تمتع مع سفرك السياحية بخدمات راقية تشمل حجوزات الطيران،
خدمات النقل الممتازة، حجوزات في أفخم الفنادق والشقق السكنية، برامج سياحية منوعة لأهم المعالم التركية. سفرك رفيق سفرك الدائم. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. لمس القدس لتكون شريكا في بركتها. ساهموا معنا في دعم حملة لنعيش بركتها، كي ننهل معا من بركة القدس في شهر الخير والبركات. جمعية ميراث. بادروا بالاتصال 0524918514. جمعية ميراثنا. جمعية ميراثنا. ميراثنا هو مستقبلنا. شركة تبادل للتجارة الدولية تقدم لكم خدماتها المميزة في مجال التخليص الجمركي في تركيا، تخليص جميع أنواع البضائع المستوردة مع تأمين نقلها إلى عنوانكم. هل ترغب بإدخال سيارتك الخاصة أو أثاث منزلك إلى تركيا؟ سنتحمل عنك الأعباء الجمركية والقانونية. تواصل معنا الآن واستفد من خدماتنا الاستشارية المجانية. تبادل، خدمات متكاملة في مجال التجارة الدولية. رمضان شهر القرآن وشهر مضاعفة الحسنات. تطلق دار المودة للطباعة والنشر بالتعاون مع مؤسسة مسك الإعلامية حملة رمضانية لطباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف لدى إخواننا المسلمين في قارة إفريقيا. اغتنم الفرصة وبادر في طباعة نسخة من القرآن الكريم لتكون وقفاً لك في قارة إفريقيا. قيمة المصحف 20 ليرة تركية فقط. بادر باغتنام الأجر ليبقى لك طول العمر. للحجز والاستفسار دار المودة إسطنبول، هاتف رقم 0552-866-62-77. رمضان يحمل الأمل، أخرج زكاتك مع إيهاها. لأول مرة في تركيا أفران بريد فاكتوري تضع بين أيديكم فرناً متكاملاً. بريد فاكتوري، أجود أنواع الخبز العربي والتركي، المعجنات والمناقيش والفطاير. تناول منتجاتنا ساخنة من الفرن إليك مباشرة، ولا تنسى الكرواسان والجاتو مع صالة مخصصة للمناسبات والاجتماعات. بريد فاكتوري باشاك شهير الإيتاب الأول بجانب أونور ماركت. 0553-45-59. رجعنا لكم عن جديد متابعينا. بدي ارجع رحب بالدكتور فواز صادق المزيني استشاري نساء والتوليد. يسعد اوقاتك يا دكتور عوده مجددا. دكتور، حابين نحن بس نسال بموضوع مهم، وهو بعض السيدات سواء كانت الحوامل او حتى المرضعات بيلجؤوا للمكملات الغذائيه. اصلا كثير من هلا اللي عم يسمعونا ربما موضوع المكملات الغذائيه ما له واضح بالنسبه لهم، لو نوضحه شوي وننتقل هل هو مناسب للسيدات الحوامل أو المرضعات؟
المكملات الغذائية، يعني أنا دائما أنصح بالغذاء الصحي الطبيعي، حلو، أفضل بكثير من الغذاء الصناعي، لأنه الغذاء الطبيعي أسهل على الجهاز الهضمي وأسهل في الهضم وأسهل في الإخراج. المكملات الغذائية معظمها مواد كيماوية، وإذا في إحنا عندنا فرصة ناخذ الشيء طبيعي أفضل بكثير ما ناخذه كيماوي. حتى إحنا لما بيجي في حبوب الكالسيوم في الحمل أو في أي شيء بنقول لا، أفضل تاخذ تشرب 6 حليب وتاكل وتكثر من اكل منتجات الالبان، افضل من تاخذ حبوب كالسيوم تتعب معدتها وتعملها امساك. فكل شيء طبيعي افضل بكثير من المكملات الغذائيه. فانا مو كثير مغرم بالمكملات الغذائيه اللي انتشرت كثير في هال 10 او 15 سنه الاخيره، لا، لانه الناس عمال ما بياكلوا غذاء صحي، بقول لك ايه باخذ مكمل. يعني كان بتلاقي حجه عشان ما تاكل، بقول لك باخذ مكمل غذائي. نعم. لا، اتغذى كويس احسن بكثير من انك ما تفكر في المكملات، وكمان بتوفر فلوس عليها. اصلا هنا المكملات دكتور يعني هي متاح فيها الكالسيوم، ربما البروتين، هيك على ما اعتقد. اي ما هو الكالسيوم موجود في الحليب. احنا بننصح الست، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعوضه بالطبيعي. اي نعم، يعني يكثر من شرب الحليب، يعني كان يفضل عن الحليب، حليب مع التمر فتره طويله. صحيح. فالحليب تقريبا غذاء شبه كامل. فليش احنا نسيب الحليب ونروح للكالسيوم؟ ليش ناخذ يعني مثلا نسيب الخضروات وناخذ فيتامينات؟ لما الخضروات تحتوي على كل الفيتامينات. نعم. وهي اللي فيها بنسميها المضادات للسرطان، عندي كانسر كلها موجود في الخضروات والفواكه. فليش احنا نبتعد عنها وناخذ ادويه مكلفه ومو دائما مريحه؟ وبعض اللي يعني بعض يمكن ما عندي فهم، يمكن بعض المكملات الغذائيه قد تكون لها اعراض جانبيه. ما ادري، بس انا بقول اجمالا الغذاء الصحي المتكامل للست الحامل أو غير الحامل هو أفضل بكثير من الغذاء اللي مو صحي وتعوضه بالمكملات. طيب دكتور، محورنا الأخير يتعلق بفيروس كورونا، وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع والشفاء التام لكل المرضى. إن شاء الله. هل يؤثر إصابة المرأة الحامل أو المرضع بفيروس كورونا بخطر على صحتها أو صحة جنينها أو حتى الطفل الصغير؟ هو الكورونا هاي طبعا فيروسات تنفسيه تاثر على الجهاز التنفسي. نعم. طبعا نسبه الاصابه او نسبه الوفيات او الضرر تختلف من ايش؟ حسب العمر، الفئه العمريه. نعم. الفئه العمريه الكبيره او اللي عندهم امراض هم اكثر من الناس بتاثر. معظم الحوامل طبعا هم سنهم ما بين 20 لل 40، فاجمالا هم صحيا ايش؟ يتماتوا بصحه جيده. نعم. فتاثرهم بالكورونا فيروس قليل جدا جدا، ونادر انه ايش؟ نسمع انه توفت الست الحامل من كورونا. فالكورونا يعني تاثيرها ضعيف جدا. وبعدين المراه الحامل ليست اكثر عرضه من المراه الغير الحامل. نعم. للكورونا. نعم. هاي مهم. إذا تعرضت للكورونا ما تقلع نفسها، لأنه ما في ثبت لغاية الآن. نعم. إنه انتشر الفيروس من الأم للجنين. يعني في حوالي أكثر من 90,000 أم يعني أخذوا الفاكسين، أو في كثير من الحوامل يتعرض للكورونا ما ثبت لغاية الآن أنه ولد الطفل وتبين أنه في عنده كورونا. أيوة تمام. الكورونا طيب. لو صارت ما تعمل تشوهات في الجنين. أه. ما تعمل تشوهات ولا إلى أي تأثير على الجنين. ولا تأثير إلا على المرضى. بداية نقول كانوا الفاكسين يقولوا ننصح أنه ما تأخذوا قبل الحمل بثلاث شهور وما تأخذوا المرضى. هذا الكلام ثبت علميا أنه غير صحيح. نعم. وهلأ في العالم أكثر من 90 قريبا من 100,000 سيدة حامل أخذت ليش الفاكسين، ولم يثبت أنه أي واحدة سبب لها ضرر أو تشوه في الجنين أو ضرر للجنين. فده يعني إذا ست حبت تأخذ. نعم. الفاكسين أثناء الحمل ما في اللقاح. نعم. ما في مشكلة، ممكن تأخذ. الست المرضى ممكن تأخذ كذلك. جميل. ما في مشاكل، ما في خطورة، يعني اللقاح سليم. آمن إن شاء الله. الست الحامل سليم. نعم. أو آمن، لكن بداية تحفظا. نعم. من بعض الشركات قال لك ما في داعي تأخذ
إذا هي مقبل على حمل. نعم دكتور. أنا بدي أشكرك بالختام ما شاء الله دكتور نصائح رائعة جدا جدا إن شاء الله يا رب تكون شريحة كبيرة استفادت من هذا اللقاء. بدي أشكرك دكتور فواز صادق المزيني استشاري نساء وتوليد, شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بألف خير مرة ثانية. الله يحييك, بارك الله فيك وجزاك الله كل خير, أعطيتها فرصة طيبة وأنا في على الصفحة في الإجرام في مواضيع كثيرة ممكن إن شاء الله بالحلقات الجاية يدخل على المتابعين. نعم. إن شاء الله. الله يحييك في كل وقت وبارك الله فيك وشكرا لمجدية اللي عرفتنا فيكم. تسلمي. نحن نتشكر كمان مجدية, وشكر موصول لكم متابعينا اللي تابعتوا معنا حلقتنا لليوم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا, لقاءنا رح يتجدد بكرة بإذن الله تعالى. تبقوا بألف خير, إلى اللقاء. ايام